والله فرحانين جدا الحمد لله والشكر خلصنا منها وإن شاء الله نخلص نهائي إن شاء الله. والله قرار صعب وحكيم لأنه الناس اللي راحت مو صدام أحسن من عندهم تفجيرات مفخخات اللي هذا اللي حصدناه من نظام صدام شو اللي حصلناه شغل عمل هذا اليوم يعني نفرح به وطولت يعني اعدام صدام حسين المفروض هسه الدوله يعني تعدمه مبكر ويعني فرحه هاي للشعب العراقي خصوصا على وجه العيد هذا حكم الاعدام للطاغيه صدام والله قليل بحقه المفروض يعدم ويقطع اربن اربن وتتفرج عليه كل الكائنات لغرض مشاهدة هذا الطاغية المجرم الذي أجرم في الشعب العراقي هذا الحكم يعني فرح به كل إنسان انظلم من حكم صدام الطاغية وهذا الجزاء العادل للطاغية صدام حسين